فين غيرة الوالد؟ فين غيرة الزوج؟ فين يا بنتي؟ هذه حرام. ليه؟ السباحة حرام، السباحة حلال، لكن لكشف العورات. السباحة الرجالية ويفلي بمايوه، طب ما هو عريان، هذا لا يجوز. حتى الراجل لا يجوز يشوفه كده، لا يجوز شرعا. زي ايه كمان؟ زي لعبة التنس النسائي، تلاقي كده لازم اللعيبة المرأة لابسة كده جيبة شبر فوق الفخذ فوق الركبتين بزمان ميني جيب وبتلعب. طب ما عورة مكشوفة ايه؟ لو كل شوية ترمي الكورة وتوطي الجيب والناس الناس تسقف. ما هذا الهزل؟ ما هذا التهريج؟ هذا حرام. ليه؟ عشان في عورات مكشوفة، عشان في عورات مكشوفة. لو عملنا النهاردة والجمباز، شوف بتاعت الجمباز دي لابسة هدوم رش، تحس ان الهدوم كأنها مش لابسة حاجة وعمالة تتنطط، والصدر عريان والأفخاذ عريانة والثوب اللي لابساه لازق في لحمها. لو عملنا كمان كرة قدم نسائية، الحريم مش عايزين يسيبوا حاجة خالص، كرة قدم نسائية، فتلعب بقى سنية تباصي لعطية وعطية تديها لستوتة وستوتة تقلبها دبل كيك في الجون. هزل هزل، ولا حول ولا قوة. يا بنت شوف البنت، شوف المرأة الفلسطينية يا بتاعت الكرة النسائية. انت معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طب نكمل. طيب ثلاثة، يبقى لا للرياضة التي تكشف فيها العورات. اثنين، لا للرياضة المؤذية للنفس أو للغير. ثلاثة، لا للرياضة التي تشغل عن الواجب. لا للرياضة التي تشغل عن واجب. من غير المعقول أن ينشغل الشباب بكرة القدم عن الصلاة. تسمع للأذان بيؤذن له، الله أكبر، حي على الصلاة. لا أصلا مع الكورة يا رب. يا ابني ده ربنا أوجب علينا صلاة الجماعة حتى في الحرب، أوجب علينا الصلاة في وقتها حتى في المعارك. سيب لي الصلاة عشان الكورة؟ لا للرياضة اللي تشغل عن الواجب. من غير المعقول أن يفطر لاعب كرة قدم في رمضان لأنه عنده لقاء مصيري، وتطلع الفتاوي ذوات البلاوي من بعض الذين يسارعون في هوى الناس، يقول لك اصل لعيب ده دي شغلته يفطر. يا راجل يا راجل، اتق الله في دينك واتق الله في المسلمين. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هاتي يا اختي. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك يا بابا. معلش انا اسال الاول بس للمداخله بتاعتي، عايز اشكر حضرتك من حلقه القوامه الرجل، كنت اتصلت على حضرتك، كنت تاني اتصال مع حضرتك واثنيت عليا بثناء جميل. والله انا كنت من ساعتها والله انا نفسي اشكر حضرتك، بس ربنا ما اردليش بالخير ده ان انا اوصل لحضرتك واشكرك. طيب الله يرضيك. هات السؤال عشان الله يرضى عنك يا رب العالمين. بالنسبه للموضوع دوت، طب دلوقتي هم الرياضه ديت لما بيعملوا كده هم بيقولوا ان هي رياضه، طيب في الحاله دي مش في وقت دلوقتي راح مننا من غير عباده لربنا سبحانه وتعالى، سواء كان للمشاهدين او ليهم هم اللي بيلعبوا، في وقت راح مننا حرام. يعني حتى في سورة القرآن وقبيلة النمل لما بتقابل سيدنا موسى عليه السلام وبتقول خافت، يعني هي كانت فعلا خايفة على القبيلة بتاعتها، هي كانت خلاص مراعيهم، خافت عليهم من جماله. ده اللي انا سمعته من شيخ من مشايخنا الفضلاء، يعني بيقول من ضمن الحديث بتاعه في التفسير لها ان هي خافت عليهم ان هم يفتنوا من جماله، عشان كده بتقول لهم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. طيب. فيعني خافت عليهم اهوت، فرعيتهم لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، هم فين في ده كله برضو؟ طيب جزاك الله خير، الرساله وصلت بارك الله فيكم. سكوا على الاتصالات، اما للموضوع مهم. قلنا لا للرياضه التي، طبعا موضوع ان هي خافت عليهم من جمال سيدنا سليمان هذا فيه نظر، لكن قلنا لا للرياضة التي فيها أذى للنفس أو للغير. اثنين، لا للرياضة التي فيها كشف عورات. ثلاثة، لا للرياضة التي تشغل عن واجب. من غير المعقول أن تفوت الصلاة من أجل مباراة كرة قدم. من غير المعقول أن تخرج فتاوي ذوات بلاوي تقول لاعب الكورة افطر بكرة يا ابن عشان المنتخب ولقاء مصيري والميدالية الخشبية. من غير المعقول أن يترك شبابنا صلاة القيام في رمضان وهي سنة عشان الدورة الرمضانية،
المساجد يا أخوانا صارت تتأثر الصلوات فيها بإذاعة مباراة كرة، دروس العلم صارت تتأثر من أجل لقاء كرة قدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق ربنا عندما قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. أنا عايز أسأل الجماعة المباراة جاية الساعة 5 أو 7 أو العصر في الاستاد، وبيروح قبلها بخمس ساعات، بيصلي إمتى؟ متى يصلون؟ لا يصلون، بيجمعوا الصلوات على بعضها، ده اللي بيصلي فيهم. لاعب الكرة اللي بيلعب الماتش أثناء الصلاة متى يصلي؟ متى يصلي؟ وإيه المانع أن يحصل ترتيب المباريات في خارج أوقات الصلوات، بعد العصر وقبل المغرب أو بعد العشاء؟ أن في لعيب عندهم دين ويصلون وفيهم خير كثير، إيه المانع نحن نظبط ده؟ ليه ما نظبطش حياتنا على الصلاة؟ ليه في الجامعة ما نخليش معاد المحاضرات في غير أوقات الصلاة؟ ليه مش عايزين نخلي رمانة حياتنا الإسلام؟ ليه؟ حتى في اللعب، إيه المانع؟ سبحان الله العظيم، تلاقي الواحد من دول قاعد في البيت بيتفرج على المباراة يكاد جنبه أن ينفجر من حصر البول، المثانة هتنفجر من حصر البول، وعمال متصبر وخايف يقوم، فضل 10 دقائق والماتش يخلص، وده لقاء القمة. ولو أطال الإمام في الصلاة 5 دقائق لصفقوا له، تلاقي الشيخ بيطول في الصلاة، تلاقي الناس يعني خلص، الشيخ في الجمعة يطول 2 دقيقة يسقفوه خلص، وثلاث ساعات قدام المباراة، وجاي قبل الماتش في الاستاد بخمس ساعات، وقاعد في البيت مستني المباراة قبلها بساعة، لا وبعد ما يتفرج على المباراة يسمع التحليل بتاع المذيع الرياضي ساعة كمان، وبعد ما المذيع يخلص يقلب على القناة التانية، وبعد ما يسمع كل البرامج يجري يشتري الجرايد عشان يقرأ اللي كتبوه مع انه شافها، وتاني يقعد يتكلم بقى سنة في المباراة. دي ناس جو، ناس فارغة. شوف قلبك إن لم تشغله بالحق شغلك بالباطل. لا للرياضة إذا كان فيها مقامرة. بعض الشباب في رمضان يقول نعمل الدورة الرمضانية، كل واحد يدفع مبلغ ونشتري ترنجات وكاس وميداليات، الفريق اللي يكسب ياخد ده كله واللي تخسر ما تاخدش حاجة. طب ما ده أمر يا ابني، مش ده أمر دخل فيه طرفان أو أطراف، فخرج طرف غانم رابح كسب، وخرج طرف غارم خسران، يبقى ده قمار، قمار. فلو كانت اللعبة على مبلغ أو أي شيء يدفعه الخاسر للرابح فهذا قمار، أما لو وجد طرف ثالث سيقدم الجائزة فهذا لا بأس به، لأنه يخرج وقتها طرف سالم، الخسران ما غرمش فلوس، وطرف رابح لا بأس. لو قال رجل لآخر لو غلبتني لك مني 100 وإن غلبتك لا تدفع شيء، لا بأس، لأن الخسران إذا خسر بقى سالم، وإذا كسب بقى غانم، إنما أنا دفعت وأنت دفعت، واللي يكسب يشيل، ده قمار، هذا قمار. وفي مراهنات في كأس العالم كل ما يجي، وفي لقاءات نهاية الدوري والكاس ومش عارف إيه، مراهنات بالملايين، مراهنات بالملايين، هذا قمار. يقول لي صاحبه لو الفريق بتاعنا خد الكاس أنا بقى هوزع على الحتة كلها شربات، تدفع أدفع 100 جنيه مني ل50 جنيه منك، دول أمرتية، دول هذا قمار، لأن يخلق طرف رابح وطرف خاسر، هذا شرعا قمار. وهناك ألعاب فيها عادات تنافي الشريعة، مثل الركوع للخصم، يجي يلعب كاراتيه، يلعب كونغ فو، لازم التحية يركع له، احنا ما بنركعش غير لربنا يا ابني، نحن لا نحني أعوادنا إلا لله، نحن لا نغبر جبيننا إلا لله، قولوا السلام عليكم وخلاص ما تنحنيش، هذا الانحناء لمخلوق لا يجوز شرعا، لا يجوز. خامسا،
لا للرياضة التي تورث الضغائن وتملأ القلوب بالشحناء وتملأ الصدور بالغل والحقد. إن الناظر لحال الناس عند متابعة